أنا بحكي لك القصة. قصة الإسفين. تدور أحداث القصة حول لعبة نص شباب وصبايا، أمهات وأبهات، وزيدوا على اللي قبل، أطفال الأردن، وكله بأسفن بكله. سرحان والإسفين. تعريف الإسفين: معلومة مهربة غرضها خراب البيوت وتفجير الشخص المعني. وسرحان وهو عمره 9 سنين كان مرة جايب علامات المدرسة زفت زي وجهه، تسقط أمه الشهادة اللي زانقها في بنطلون المدرسة. وما تخاف يمه، سرك كبير، حبيبي أنت وحبيبي أنت أسفنت عند أبوه، وأبوه شبع كفوف وبوكسات، وعليم الله لو تنعد لتوزع كل حارتهم. وللإسفين أنواع: واحد إسفين الرحمة، وهو إسفين نادر يطلقه البعض بحالة لما يشوف صاحبه تعبان ومخنوق من الشغل والوضع مش زنن، بيروح البعض على المدير وكل قصص صاحبه بتصير عند المدير، والمدير بيخنشر وبيحنش، ومعقول كل هذا يطلع من فلان؟ وعلى السريع بيقدم عريضة فيه، والعريضة تطلع لفوق، ولفوق بوقعها، وبوقعها ما عنده يا مرحميني، بنفصل وبروح، وهيك بتكون خدمته خدمة العمر وأطلقت عليه رصاصة الرحمة اللي غرضها تقعده معزز مكرم بالبيت. 2 إسفين خراب البيوت، وحوا ما حدا بيطلع معها براس، وعمان صغيرة وكله بيعرف كله، كله تلقط سرحان مع صبية، والاس 5 كاميرته زي الطلقة، صورة من تحت الطاولة، واتساب لهنية، وعدك فوفك عدي، وعقولة مين قال رجال ما إلهم أمان. النوع الثالث والأخير، وبهذا النوع تكمن الخطورة. إسفين أصحاب: فلان طقس على أختك، أو فلان زنق رقم صاحبتك، وفلان سرق من جزدانك، وفلان عياطه حلفان إنه ما إلي دخل وبعرفش عن شو بتحكي، تطقيع وجوه والدم للركب، وسرحان لا إله ولا عليه. لعبة النوع الثاني والثالث مش قده، زلمة بمشي جنب الحيط وبيقول يا رب الستر، اتعلم منه وصير زيه وفكك من الأسفين، بلاش بيوم تنشمت واحد بيطلع من نافوخك، عادي مش تمام. وعقولة مين قال اللي بيته من قزاز ما يرمي الناس بحجار. أكمل المثل التالي: اللي بيته من قزاز ولا 10 على شجرة، سد واستريح، ما يرمي الناس بحجار. إذا عرفت الجواب ابعت SMS على الرقم التالي، وانت وحظك عاد. هاي الرقم خود، سجل عندك، خليك أسرع، قربت تخلص الحلقة ولك أسرع. سجل 0